نزل الدولار وتوقع المواطن أن يلمس انخفاضاً في الأسعار، لكن يا معطر يا مسكين، العيب التجار مبكلين. على سبيل المثال، ما كان سعره 7 دولارات على سعر صرف 33 ألف، أصبح ب10 دولارات على سعر صرف 22 ألف، أي تدنى بنسبة قليلة جداً. وعمد عدد من التجار إلى تقليل الكميات المسلمة بانتظار ارتفاع جديد للدولار. بجولة على محلات السوبرماركت في النبطي، يظهر الاختلاف جليا في أسعار المواد الغذائية، ولا سيما الزيوت النباتية التي وصل الاختلاف فيها لحدود 40 ألف ليرة في المنتج نفسه. طبعا ما في كتير يعني هبوط بالأسعار مقارنة مع هبوط سعر صرف الدولار الموجود. يعني التسعيرة اللي كانت على 33 ألف، بعض المؤسسات أو بعض السوبر ماركات اللي عم نفوت عليها يعني إذا عملت شيء خفيف، بس مقارنة مع تسعيرة الدولار أكيد في ديكالاج كتير كبير، في فروقات كتير كبيرة. بما معناه أنه اليوم لما تسعرت القصة على 33 ألف دولار، لقينا أنه الأسعار جنة جنونة. بالمقابل اليوم نزل ل 23 ألف دولار، الأسعار ما نزلت. وهيدي يعني وين وزارة الاقتصاد، وين مصلحة حماية المستهلك؟ المواطن يعني اللبناني أكيد بتعرف وضعه هلأ كيف، ونحن من ضمنهم، يعني من ضمن هذه المنظومة، من ضمن هذه الفئة. شيء مؤسف جدا، وبتمنى أنه يصير في تحرك. هلأ في عنا مدير عام بوزارة الاقتصاد أبضاي وعم يشتغل ونشيط، بتمنى يجي إلى محافظة النبطية ويشوف الكوارث اللي هي موجودة بالسوبر ماركت. طلعت ل 33 ألف، التجار اللي عم تشتري بنفهم أنه هنا عم يشتروا بالأسعار الغالية وكله بالدولار، بس اليوم لما بينزل كمان 10 آلاف ليرة خلال 3 أو 4 أيام، ما شفنا هالأسعار أبداً انهزت أو تحركت. في بعض المؤسسات بدون ما أذكر اسمها في جنوب وزرتها أنا واشتريت من عندها، التسعيرة كتير خفيفة، يعني تنزيلات كتير قليلة مقارنة مع الشيء اللي صار. لما عم بيطلع أوكي ركض وبيقولوا لك كل التجار بس تحكي معهم أو تعتبهم، نحن اشترينا على 33 ألف وما فينا نبيع هلا على 23 ألف. هذا شيء مؤسف يعني للأسف. بس في محلات بعدها غالية، يعني بتفرق 20 ألف و25 ألف. وبالوقت الحاضر ما في رقابة، ما حدا عم بيراقب مزبوط وبيلاحق مزبوط، لكن من وزارة الاقتصاد أو من البلديات أو كله بتلاقيه مخبى ورا خياله، يعني ما نحكيها بالعربي المشبرة، لأنه ما في فساد كتير، عرفت علي كيف؟ يعني ما في الواحد يقدر يضمن هالشيء هذا إذا بيضل، عرفت علي؟ بعدين الدولار عم ينزل، وبعد في أشياء ما تغير ببعض المحلات والسوبر ماركت. كموني شهرية مثلا بروح آخر الشهر، أول شيء معاشي ما بيكفي تجيب المونتي، ثاني شيء إذا جبت بيطلع عندي فرق 500 ألف و600 ألف و700 ألف بين تعاوني بين كل تعاوني وتعاوني. يعني الأسعار عالية كتير لدرجة إنه المعاشات المواطنين أنجح عم تكفيهم، يعني ليجيبوا مستلزمات الحياة الضرورية، فمعاش عم تكفيهم يعني. وفي تفاوت كتير كبير بين أسعار بين سوبر ماركت وسوبر ماركت تاني، فما فيش رقابة من الدولة يعني هالموضوع. في فرق بسيط، إيه عم بينزلوا الأسعار، بس فرق كتير بسيط، وحسب ترجع لكل سوبر ماركت، لأن في تفاوت مثل ما قلت بيناتهم. يدرك المواطن تماما أن هناك من يسرق ماله بطريقة أو بأخرى، فالجشع والطمع أصبحا سمة معظم التجار، أما الدولة فالضرب في الميت حرام.